ملحن من حقه انه يعمل ده. هل ده قانوني؟ انا ما اعرفش، انا هسأل اللي يعرف الناقد الموسيقي الكبير الاستاذ محمد شميس. اهلا وسهلا يا استاذ محمد. اهلا وسهلا استاذ خيري، الف مبروك على البرنامج. انا عارف ان هي متاخره بس يعني الف مبروك حضرتك، تنور اي مكان تبقى موجود فيه. الله يهمك، ربنا يخليك يا استاذ محمد. استاذ محمد، ما رايك فيما اعلنه عمرو مصطفى عن اعاده توزيع الاغنيه الوطنيه ما شربتش من نيلها باصوات جديده؟ وطبعا الكلام ده لازم يتم برضا شركة الانتاج وبرضا كمان كل الاطراف الموجودة، ان هو هيغني كلمات والحان وهيعمل بقى توزيع جديد، والاغنية كلها على بعضها كده كلوكشة واحدة دي ليها حقوق محفوظة. ففكرة ان هو يقول ده من اول وجديد دي حاجة صراحة انا مش فاهم ازاي. يعني مفيش حاجة في القانون ولا مرور 20 عام على اغنية يجوز له استخدام اللحن ويضع عليها كلمات اخرى وتتغنى من جديد أغنية جديدة؟ هو 20 سنة ده عشان هو حاسب الأغنية بقى لها قد إيه، يعني المدة اللي فاتت قبل، هو بيبقى عامل التنازل حوالي 50 سنة أي فيما يخص الحقوق. يعني بعد 50 سنة ما أعرفش بقى الصراحة الحقوق بتاعتها بتبقى، ده هو بيتكلم عن 20 سنة الحانة من 20 سنة اللي هي عدى عليها 20 أو 25 سنة. 20 سنة وهيجي بعد 20 سنة يعني ربنا يحيينا بقى، يعني لما يكمل. ما خلاص ما عنده أغاني بالفعل بقى له 20 سنة. لا هو التنازل بيتم 50 سنة، فهو حاسب على الأغنية بتاعت خليك فاكرني دي تقريبا اللي كان طالع بيها، دي كانت نازلة في ألبوم قمرين سنة 99 تقريبا أو 98. تمام، فهو حاسب من وقتها لحد وقتنا هذا بعد 20 سنة يبقى الكلام ده بقى ممكن تكون تمت ال 50. بس هو الموضوع الفيصل في كل ده بغض النظر عن التفاصيل القانونية دي، اللي احنا هنخش في مشاكل زي ما دخلنا قبل كده في موضوع الذكاء الاصطناعي وأغنية فنانة أم كلثوم اللي هو كان عايز يعملها بصوتها. أيوة، اللي هو ليه فنان يبقى عنده عمل ناجح والناس كلها حباه ويحاول يخلق فيه مشاكل؟ يعني ليه مثلا انت لما تيجي تقدم ما شربتش من نيلها، دي اغنيه وطنيه، هي اول حاجه مش بتاعتك ولا بتاعت شيرين عبد الوهاب، بتاعت الوطن كله بتاعت مصر. فاي اغنيه بتنزل هي بتاعت الناس كلها، الناس بتحبها، تكون معاها ذكريات وخلاص، بتبقى محفوره في وجدانهم، ما بقتش بتاعت حد يعني ولا بتاعت المغني ذات نفسه. ما ينفعش حد يجي بعد كده يقول اصل انا هلعب فيها او اعملها، ما بقتش ملكك. يعني بغض النظر بقى عن التفاصيل القانونيه ايه، أي، انت ليه كفنان تحاول تخلق يعني منافسه؟ اول حاجه تجيب صوت جديد. تفسيرك لده ايه يا استاذ؟ تفسيري ان هو للاسف عمرو مصطفى مش مدرك ان كل اللي هو بيعمله ده هو بيقول للناس بشكل غير تلقائي ان انا خلاص بقيت جزء من الماضي، غير قادر على صناعه حاجه جديده، فانا برتكز دايما على الماضي بتاعي. خليك فاكرني انا هقدمها بعد 20 سنه بصوتي، ما شربتش من نيلها اللي انا نجحت وكسرت الدنيا في الماضي، انا هعمل لها توزيع جديد. فكره ان هو دايما بيستدعي الماضي، ان هو خلاص بياكد بشكل او باخر ان انا منعزل عن الواقع تماما وان انا مش قادر اقدم اي اعمال من اي نوع. هو لسه مقدم اغنيه للفنانه سماره سعيد يعني اسمها زند، فالناس سميرة سعيد لو كان حاول حد يعني يفشلها او يخليها ما تبقاش ناجحه ما كانش هيعرف من كتر ما هي متالقه. عمرو مصطفى نجح في ده، الاغنيه نزلت ما حدش سمع عنها حاجه، ما حققتش حتى مليون مشاهده، مع ان عمرو ملحن كبير. يعني عمرو ملحن لما بيخلص لعمله بيطلع موسيقى رائعه يعني. طبعا، وانا كنت سمعت له اللقاء بتاع حضرتك اللي انت كنت معاه وتنصحه بشكل او باخر ان هو يبتعد عن المشاكل، المشاكل دي بتاثر، وان انت بتخلق عدوات. ما هو انت عشان الفنان برضه عشان يعمل حاجه، الفنان ده ما بيشتغلش لوحده، احنا بنتكلم عن عمل جماعي. نعم، يعني لازم يبقى فيك شاعر وملحن وموزع ومغني، ولازم في نيه صافيه كده عشان الاحساس ده يبقى واصل للجمهور. فعمر مصطفى مهما كان ملحن كويس هو محتاج شاعر هيشتغل مع الشاعر ازاي او كاتب اغاني ازاي، وهو بيتخانق مع الناس كلها، الناس كلها هو بيتخانق معاه، الموزعين نفس الكلام بيتخانق معاهم، مغنيين نفس الكلام، يعني في تلازم بقى، في عداوه اصلا ما بينه وما بين الجماهير. لو بنتكلم يعني انت بتخلق عداوه من اول وجديد ليه مع شيرين عبد الوهاب وبتقول ان هي سرقه اغنيتك، وده طبعا كلام مش حقيقي ولا مزوره، يعني ولا مزوره. كنت بتتهم ماديا ان انت سارق اللحن، يعني نسمع اللحن يا جماعه تسمعوا بودان مختلفه، طيب الكلام الاغنيه مش شبه الاغنيه الثانيه. نفس الكلام عامل مشاكل مع جمهور عمرو دياب، عامل مشاكل مع جمهور رامي صبري، تامر عاشور، رامي جمال، كل دي ما كل دي جماهير، ما هو دول بيسمعوك وبيسمعوا باقي الناس، فبالتالي لما بيلاقوا اسمك على عمل وانت مربي عداوات معاهم فبيبقى عندهم بشكل نفسي، احنا مش ملائكه يا استاذ خيري بنتاثر بالمشاعر السلبيه. صحيح، اكيد بيبقى عندنا يعني تحفظات. في الاول والاخر انا بتمنى والله العظيم ان الفنان عمرو مصطفى، انا كنت كتبت عنه مقال في 2015 في جريده المقال يوم 9 نوفمبر انا فاكر كويس جدا،
وطالب الدوله ان هي تكرمه من كتر الانجازات اللي كان عاملها، وخصوصا الاغاني الوطنيه اللي هو كان عاملها. صحيح. احنا دلوقتي في 2024 في ازمه حقيقيه، ان عندنا فنان هو تقريبا من الفنانين اللي يعني الوسط الفني مش ناقص، احنا عندنا مشاكل يعني كل يوم والتاني، يعني دون ذكر اسماء، حد بيخبط حد عشان كان مش عارف شارب ايه، او حد فالسمعه بتاعت الوسط يعني بقى فيها مشاكل. فمحتاجين ان الصناع ذات نفسهم ما ياكدوش الصوره الذهنيه عن الوسط ده، ونخلي قوى الظلام اللي بتحرم الفنون وبتحرم اي حاجه حلوه، شايفين ان ده يعني يبقى ذريعه، وشايفين ان الوسط بيعمل ايه في بعضه والزملاء بيعملوا في بعضهم. عمرو لازم يدرك ده، هو راجل كبير وراجل عاقل وبالغ ورشيد، ويقدر يحقق النجاحات دي، بس يقعد شويه كده مع نفسه ويذاكر ويشوف هل انت كنت مقرب الى عمرو؟ يعني حاولت تتكلم معاه تتناقش معاه؟ خالص ولا مره. انا مره يعني كنت قلت رايي في حاجه زي كده، جات لي رسائل بتشتمني يعني من ناحيته يعني، فانا مش مقرب. بس انا في الاول والاخر انا مش لازم اكون مقرب من حد، بس يهمني ان هو يبقى موجود، لان وجود لا انا اقصد النصيحه. يعني احيانا الانسان ايا كان ومهما بلغ بيحتاج اصدقاء حواليه يقولوا له رايهم وينصحوه، يعني تبقى في حاجه دعم. طب لان عمرو مصطفى موهبه من المواهب النادره في التلحين، يعني في الاجيال الجديده يعني. طبعا مصر ولاده، بس يعني مهما كنت انا ناصح مش هبقى زي حضرتك يعني، حضرتك نصحته وخبره عني واسمه وتاريخ يعني، وما التزمش بالنصائح. استاذ محسن جابر برضو شفت له لقاء سابق مع حضرتك، برضو قدم له مجموعه كبيره جدا من النصائح. يعني هو الموضوع يعني في غيره، والغيره في الفن يا اما تبقى كويسه تخلي الواحد يغل من جواه عشان يعمل حاجه جديده وينجح ويكسر الدنيا، يا اما يخش في خناقات زي اللي احنا شايفينها دي. وفي الاول والاخر هو المضرور، زمايله كلهم شغالين، زمايله اللي بداوا معاه كملحنين. لا، واحنا كجمهور احنا مفتقدينه، خسرانين موهبه زي دي يعني. خسرانينها، بس هو السبب في كده. بس مصر ولاده يعني، ما يعني اكيد اكيد. لا احنا مصر في كل حته في مبدع. بشكرك جدا ناقد موسيقي الكبير استاذ محمد الشميس. طبعا من حق الاستاذ عمرو المصطفى الملحن الكبير انه يرد، انه يعلق، انه يقول راي مخالف. احنا بنحب عمرو مصطفى وهو مبدع، في حاجه هو دعا اليها حاولنا نفهمها، فحاولنا الاتصال بيه فشلنا، لكن طول الوقت الشاشه شاشه المحور، وبرنامج مع خيري مفتوح للاستاذ عمرو مصطفى في اي وقت. خلونا